ناخذ الزيت بدنا نعمل الحشوه تاعت الشبرك. انا بدي اتعلم منك الحشوه، بدي اغش اليوم. هاي اللحمه الحشوه بتزبط لاشي غير الشبرك ولا هي اللحم يعني هاي حشوه الشبرك بتزبط لحاجات كثير قوي؟ لحاجات كثيره صح. تقريبا هي دي القاعده الاساسيه بتاعت التعصيق اسمها المعصقه ليه اللحم لحم المقليه البصل. حلو. طيب قولي لنا سر اللحمه اللي بتستعملوها المفرومه، مفرومه مثلا خشنه ناعمه، ناعمه دورين، فيها دهنه قد ايه فيها دهنه، خروف، عجل، قولي لنا اعطينا السر. هي لحمه شو اقول له اللحام يعني من الاخر؟ اللحام هي لحمه خروف وعجل مع بعض. انا عايزه اقول لك على حاجه، ولا بتكون خشنه، والعجينه عباره عن مي وملح و وطحين. ولا بيكنج باودر ولا خميرة يعني ولا أي حاجة. عجينة عويصة بيجي العجينة ممتازة ومرتاحة والله. لازم ترتاح نص ساعة على الأقل عشان نقدر نشتغل فيها 100%. مثلا بنحط بهار يعني نص كيلو اللحمة، ما بحتاج أكثر من نص معلقة فلفل أسود. نص معلقة فلفل أسود عم ناخذ. ها بهارات الكرم يعني مقادير الكرمة. ها ركزوا معي أنا عم بفيدكم بهالحلقة. يعني معلقة إلا شوي بهار مشكل، معلقة لأنه بتذكر كمان معلقة إلا ربع من البهار المشكل. شو كمان بدنا؟ ملح معلقة والملح حسب الذوق يعني، كمان في ناس ما بحبوا الأكل يكون مالح 100%. لهلأ صرنا حاطين يا جماعة نص معلقة فلفل أسود، معلقة إلا ربع صغيرة، طبعاً كلها معلقة صغيرة من البهار، وحطينا معلقة صغيرة كمان من الملح بس خلاص. يعني احنا كميتنا كمية بسيطة يعني مو هالكمية الكبيرة. حلو كتير. نص كيلو لحمة نكتفي بهذا القدر ولا في اشي بدك تحطيه كمان؟ ايه لا هلا بدها تستوي اللحمة. خلص هلا نتركها تستوي. حنضيف اللبن بالطنجرة. تفضلي. نضيف عليك كوب من المي تقريبا، كمان شوي. لحظة شو حطيتي باللبن؟ وينك وين هربي يا شفتي؟ اللبن الرايب. ايوه. وكوب من المي وحنضيف عليه 3 معالق من النشا. نقول كيلو لبن هذا، علبة لبن كيلو؟ كيلو لبن. اوكي بنحط عليه كوب مي. كوب مي. اوكي. 3 معالق كبار من النشا. اوكي، على البارد هلا نحن لسه. على البارد. ممتاز. كثير حلو. طيب اوكي احنا طلعنا هذا الششبرك من الفريزر قبل بشوي او اول ما بدينا الطبخه لحتى تسقطه هلا شفاد يبي اللبن. حطيتي ملح؟ هلا احنا صار عندنا اللبن كثير ممتاز. حطيتي ملح؟ لا هلا بدنا نحط الملح. قد عيار الملح تقريبا لكيلو اللبن بتلاقيه مناسب؟ يعني هو الملح دائما حسب رغبه الشخص يعني بنحط لهون بده معلقه معلقه ونص ملح مش اكثر. حلو. اوكي صار عندنا اللبن هيك جاهز 100%. والله اليوم متابعين مطبخ رؤيا المفروض يتشكروا مطبخ الكرمة لأنه أعطاهم أسرار الششبرك الزاكي واللحمة واللبن. بننزل الششبرك. بصير أكل رجعه عشان ما يطفي الغاز لأنه هذا فيه سيفتي. وعلى حسب الشخص قديش هو عائلته بحتاجوا يطبخوا طبختهم. حلو. ممتاز. يسحبوا اللي بدهم اياه للطبخه وبرجعوا الكيس على الفريزر. ممتاز. طب بدي اسالك سؤال شفهادي، قد ايه بنتركه هلا على النار بعد ما حطينا الششبرك بال يعني بده ربع ساعه بين 15 دقيقه لربع ساعه علشان ايش؟ تستوي حبات انت بتحطيها على حبات فروزن ولا بتستني عليها تفك؟ لا احنا المفروض انه فروزن قبل ما نجهز اللبن تكون هي من طيول فاكه شويه يعني فقط جاهزة. فتره الطبخه. طب السؤال الثاني، هذه بتكون مشويه ولا دايركت هاي زي ما انت عملتيها على الفريزر ولا بتشوها قبل؟ هي اصلا احنا بنكون شوي منشفينها بالفرن بعدين بنفرزها. حلو. يعني ما بتحتاج شوي لانه في بعض الناس بحبوا انهم ايش يعملوا بشوي ششبرك قبل ما يسقطوه باللبن. انت شو رايك؟ هي منشفه شوي بالفرن بعدين مفرزه يعني. حلو. ما بتقدري تحطيها بالعجين تمسك على بعضها. صح هيك بتضلها كل حبه. أيوة. حبتها يعني بنقدر نقول انها تقريبا مستويه هي قبل ما 100%. نص سواء قبل ما تنزل على اللبن، وهذا كمان شيء مميز صراحه من فقره انك تحطوها بالفرن. صحيح. في ناس انا كثير بعرف ناس بحطوا بالفرن. هلا بنعملها التقلايه اللي هي التومه. بتطش. ولا ما هي اسمها الطشه ولا لا يا غاده؟ بتعمل اوكي. يلا هذا التومه اللي هي التقلاي، هاي اختياريه شف هاديه ولا
ولا لا هي حلاوتها وزكاوتها انه هاي نعمل طشه يعني؟ طبعا شيء اساسي بكل هاي، بس كل واحد بحب يعني، في ناس ما بتحب التومه، في ناس بتحبها. مثلا تحطي كزبره كمان؟ نحط عليها كزبره. يا سلام يا سلام يا شيف هاديه. ايوه ممتاز. هلا احنا يعني خلصنا تقريبا طبختنا، عم نحط عليها التقلاي اللي هي ايوه اللي هي عباره عن تومه قليناها بزيت مازولا مع الكزبره، وهيك صحتين وعافيه جاهزه. على قلبك طبخة. على قلبك. لنعمل الششبرك لتحضير العجينه بدنا كوبين طحين، كوب واحد من المي، معلقه صغيره من الملح. لتحضير الحشوه بدنا نص كيلو لحمه مفرومه، بدنا بصلتين مفرومين، نص معلقه صغيره فلفل اسود مطحون، بدنا معلقه كبيره ملح ومعلقه صغيره بهارات مشكله، وربع كوب من زيت المازولا. لتحضير اللبن نحن بحاجه لكيلو من اللبن الرايب، بدنا معلقتين كبار من النشا، 10 جرام ثوم، بدنا ربع كوب من النعنع المفروم، وكوب واحد من المي، ومعلقتين كبار من زيت المازولا.